وسط تفاؤل فلسطيني بالوصول لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بعملية تهجير جديدة للأهالي في الأحياء الشرقية من مدينة رفح في ظل سلسلة من الاستهدافات لمنازل المواطنين، إضافة لإلقاء منشورات على السكان تطالبهم بالتوجه للمنطقة الذي يدعي أنها إنسانية في مدينة خان يونس، والتي تعرضت لأربعة شهور من الدمار الإسرائيلي، ليبقى أمر الإخلاء كابوسا يلاحق قرابة 1.5 مليون فلسطيني. والله احنا سكان حي السلامة جانا امر بالاخلاء واتصلوا على الجوالات وهينا بنخلي، وانت عارف كلها سرسعة في سرسعة، بتنقل اولادك بعدين هتنقل اهلك ومشوار زي هيك. والله بدنا نبعد قدر الامكان عن منطقة رفح، متوجهين لخان يونس. والله معاناة كنا حاسين في اللي قبلنا تعون غزة وتعون خان يونس، والحين احنا هنجرب الاشي. احنا طالعين الان من رفح نازحين، مش عارفين وين رايحين. احنا رايحين لمناطق امنة، ندور على مناطق امنة، مش عارفين وين رايحين. احنا الان هينا في الطريق من رفح الى باتجاه الدير، بيقولوا في الدير غاد في مناطق امنه، ونروح نشوف لنا نتفه ارض نقعد فيها 4 متر 5 متر في 5 متر نقعد فيهم احنا واطفالنا واولادنا. معبر رفح البري ومعبر كرم ابو سالم ومستشفى ابو يوسف النجار ضمن المناطق التي حددها الجيش الاسرائيلي منطقه قتاليه وحمراء. هذا ما يعني أن الوضع الإنساني والصحي مقبل على مزيد من المعاناة إن لم يشهد انهيارا كاملا. نحن نقول إذا ما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح محافظة رفح فإننا أمام كارثة إنسانية حقيقية، قد يروح ضحية هذه الجريمة عشرات آلاف الشهداء والجرحى نتيجة الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصف مربعات سكنية بالكامل وقصف أحياء، وبالتالي ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير جدا. نحن نحذر من هذه الجريمة ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف هذه الحرب فورا قبل فوات الأوان، ونحمل أيضا الإدارة الأمريكية التي تنخرط في هذه الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونطالب دول العالم الحر بوقف هذه الحرب قبل فوات الأوان. العملية البرية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح لها مؤشرات خطيرة، خاصة بعد نزوح سكان المناطق الشمالية والشرقية إليها، وتعتبر المرتكز الوحيد الذي يحمي القطاع من الانهيار، وأن دخولها سيكون تمهيدا لأكبر جريمة إنسانية وإبادة جماعية. النزوح والتشريد والتهجير سياسة إسرائيلية يسعى الاحتلال من خلالها خلق معاناة تعادل الموت للغزيين في سبيل تقديم إنجازات عسكرية ترضي حالة الغليان الإسرائيلية. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، قطاع غزة.